أهلا بكم في الدرس الأول وهذه المقدمة التمهيدية من دورتنا الجديدة التي سوف نقوم من خلالها باستخدام الفريمورك الشهيرة في لغة البرمجة روبي التي تعنى ببناء الويب أبليكيشن وتطبيقات الويب وهي روبي أون ريلز. حاليا قمنا بإنشاء دورة تخصصية وذلك في كيفية القيام باستخدام لغة البرمجة روبي كلغة تقليدية، وتعرفنا كيفية القيام بإنشاء التوابع واستخدام الكولكشنز والمجموعات الريز وما إلى ذلك، وأيضا مختلف داتا تايبس وأنماط المتحولات وغيرها الكثير، بالإضافة إلى Object Oriented Programming البرمجة غرضية التوجه، فقمنا بإنشاء كلاسات وبعدها قمنا بتوليد Objects من هذه الكلاسات. أما الآن سوف نسعى بالاستفادة مما تعلمناه في تلك الدورة أن نقوم باستخدام هذه الفريمورك التخصصية التي كما نرى أول إصدار لها في عام 2004 والتي تعنى ببناء Web Applications. أولا من أجل القيام بتنصيبها نحتاج إلى القيام بتنصيب الروبي، ويجدر الانتباه إلى أنه علينا القيام بتنصيب أحدث نسخة في الروبي. إذا قلنا بالاستعلام، فإذا قلنا هنا CMD سوف أقوم بفتحها وذلك كأدمنستريتر كمدير. إذا قلنا مثلا قلنا بالاستعلام عن روبي، قمت هنا بحذفها لذلك هي غير موجودة. فإذا أردنا مثلا القيام بتنصيبها سوف نقوم هنا بالذهاب إلى روبي Install، نقوم بالاستعلام عن ويندوز نسبة لنظام التشغيل الذي نعمل عليه، نقول داونلود ونقوم بتنصيب أحدث نسخة كما هو موضح هنا. قمت بتحميلها مسبقا لذلك لا داعي للقيام بتحميلها مرة ثانية. نقول هنا قم مثلا بالتنصيب هنا في هذا المكان، وسوف أقوم بإضافتها للباب أستطيع القيام بالعثور عليها في CMD، وأيضا سوف أقوم بالتعرف على هذه اللواحق كما رأينا سابقا. فإذا كانت مثلا لديكم نسخة أقل حداثة من النسخة الأخيرة فعادة ما تتولد مشاكل وأخطاء، وذلك عندما نقوم باستخدام روبي أون ريلز، لذلك يجب التأكد من تنصيب أحدث نسخة في الروبي. تمام، تم ذلك بنجاح. الآن إذا أردنا مثلا القيام بالتعرف عليها والاستعلام عنها وذلك في CMD موجه الأوامر، فإذا قلنا هنا روبي فيرجن نرى كيف قام بتنصيبها بهذا الشكل. ممتاز. إذا قلنا مثلا بالاستعلام عن ريلز، فإذا قلنا ريلز نراها غير موجودة، لذلك سوف نقوم بتنصيبها عن طريق الروبي. فنقول هنا جيم install rails، فنرى هنا كيف يقوم بتنصيبها بهذا الشكل. تمام، فنرى هنا كيف قام بتنصيبها ولا يوجد إشكالية. إذا قلنا بالاستعلام عنها فقلنا rails version نرى كيف أنها الآن موجودة. الخطوة التالية أن نقوم مثلا بإنشاء بروجكت من هذه الفريمورك، فنقوم مثلا بالذهاب إلى مسار معين، أنا أقوم بالذهاب إلى الدي، سوف أقوم بإنشاء مجلد، فإذا قلنا make دي وهنا rails، قمنا بالاستعلام عنه هكذا، فنراه بهذا الشكل. تمام، الآن سوف نقوم بالتنصيب، فنقول مثلا rails new لنقول مثلا demo، فسوف نرى كيف أقوم بإنشائه وإنشاء جميع الفولدرز المتضمنة لهذا المشروع بهذا الشكل كما نرى هنا. تمام، بمختلف هذه الفايلز ومختلف هذه المكتبة. ومن أجل القيام بالتحرير والكتابة سوف نقوم باعتماد Visual Studio Code الذي قمنا باستخدامه في كثير من الدورات السابقة، والذي تستطيعون القيام بتحميله وذلك بهذا الشكل. فكما نرى لا يوجد إشكالية إلى الآن، والتنصيب يتم على قدم وساق. ممتاز، فنرى كيف تم التنصيب بنجاح. الآن إذا قمنا مثلا بالذهاب إلى هذا المشروع ديمو وأردنا القيام بتشغيله، فنقول هنا بما أن المشروع هو سيرفر سايد لذلك سوف نقوم بإطلاق السيرفر الموجود في روبي أون ريلز، فنقول ريلز سيرفر. طبعا بعد القيام بالذهاب إلى هذا المسار الخاص بالمشروع فنرى كيف قام بإنشائه، وإذا قلنا هنا بالاستعلام باستخدام اللوكال هوست فنرى هناك كيف تم التنصيب وإنشاء هذا البروجكت بهذا الشكل. ممتاز، فهذه هي الخطوة الأولى من التعامل مع الفريمورك. وبما أنه لدينا التحديثات والإصدارات الحديثة لهذه الفريمورك يعني ذلك أنها مستخدمة وشعبية، وهناك الكثير من المطورين والكوميونتي التي تعتمد عليها. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس لليوم. أرجو أن تكون هذه الدورة ممتعة وشيقة وتعليمية وغنية بالمعلومات، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.